حقيقة شعورنا ترجمان للآية الكريمة اللي تقول فرحين بما أتاهم الله من فضله، وهو شعور حقيقة فوق الوصف. وبوقتها أنا كتبت رسالة للإمام الحسين عليه السلام، وطلبت منه أنه يأخذ لي موافقة من الإمام العباس أنه يخليني أنا أتخرج وأكون هاي الدفعة المباركة. الحمد لله أجاني الموافقة بيوم النصف من شعبان. في هذه النسخة تنوعت الفعاليات وكلها تترجم رؤية العتبة العباسية المقدسة التي اكتملت الآن، اكتمل مشهدها من خلال كلمة من رسم هذه الرؤية وهو سماحة السيد المتولي الشرعي، في خلال كلمته التي ألقاها وأوضح فيها أن هذا النموذج الذي حرصت العتبة العباسية المقدسة على أن تقدمه. حقيقة هي زيارتي الثانية لهكذا مناسبة، لله الحمد، والله انطباع جميل ورائع، خصوصا بعد سماعنا لكلمة سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزة. أيتها الطالبة، أنت قوية وأنت لك القدرة على أن تغيري مجتمعا بأسره. أنت النواة المستقبلية لبناء عمود المجتمع وهو الأسرة. طلعت الثاني على دفعتي، والآن أنا خريجة بفضل الله سبحانه وتعالى وأهل البيت الكرام. هنا أنا تابعت قبل سنتين ونظرت أنه دفعة بنات الكفيل خلال النسخة الخامسة والسادسة، أنا قلت أجتهد وأسعى إن شاء الله. كنت متابعة أول بأول لانطلاق هذه المبادرة اللي تعجز هذه الكلمات عن وصفها. من لحظة انطلاقنا من البصرة، من موقعنا مدرسة بيت العلم، وكانت السيارات منتظرتنا داخل الفرع اللي احنا كنا متواجدين به، وكانت الأمور كلها سلسة. وحتى من دخلنا إلى موقع المبيت كان حفاوة الاستقبال، مثل ما نقول كأن احنا ببيتنا، ما كأن احنا تغربنا او طلعنا من محافظتنا وبدون اهلنا. يعني تعرفون ان احنا اجينا بدون مرافقين، احنا ما حسينا بهذا الشيء، حسينا ان المنسقين كأنهم امهاتنا، ما حسينا بغربة ابد. ذهبت العتبة العباسية المقدسة دائما على إقامة حفلات تخرج مركزية ذات صفة خاصة، ذات صفة متميزة تمثل العادات والقيم والأخلاق والتقاليد العراقية الأصيلة. حقيقة الاحتفال رائع بكل معاني الكلمة، وكلمة الروعة كبيرة هنا. حقيقة شعرنا أنه احتفال أكاديمي تربوي مبني على حقيقة، على كل نظمي وأهداف آل البيت في رسم الحياة لنا وطريق الحياة المقدسة. واقعاً شعور بهجة وفرح وسرور. يعني أنت ترتدين وشاح مطرز باسم بنات الكفيل، هذه عزة وشرف ما بعدها شرف. ولازم ينتبهون الأخوات أن إحنا نرتدي وشاح باسم بنات الكفيل، يعني هذه طبعا مسؤولية كبرى بأن إحنا نكون مرتدين شيء يتعلق بالكفيل. لازم نكون قدر هذه المسؤولية وقدر هذا الشيء اللي تقدم لنا. إحنا ما ننسى السيد، وصية السيد السيستاني لما يوصينا يقول الله الله في الستر والعفاف، كذلك يؤكد لنا يقول وأؤكد على الفتيات في أمر العفاف، فإنه خير ما اعتنى به أهل البيت عليه السلام. كذلك إحنا نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام، فالعباءة بالعكس منحتنا كل الحرية أنه إحنا نمارس حياتنا الدراسية وحياتنا العلمية والعملية إن شاء الله. لم أرى يوما العباءة مقيدة لي أبدا، بالعكس كانت البيت الآمن لي، كنت أشعر في ثقة وكنت دائما ناجحة في العمل الذي أقوم به، ولا مرة أخطأت أو فشلت في أداء تجربة من مختبر أو في أداء
تجربة بالمختبر أو عمل أو أي إن كان مثل التحاليل أو أخطأت في إعطاء نتيجة خاطئة أبدا. السلام على قائم الأمين صاحب روحي والزمان، سامحني مولاي ووفقني دخيلا لظهور تمهيدك المبارك.